لكم لمسات النفسية في هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، وأرجو أن يكون مباركا ببركتكم أيها الفضلاء وببركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نطوف حول سيرته في هذا البرنامج، خصوصا خلال أيام الشهر المبارك. فهذا البرنامج لمسات نفسية يتنقل بين زهرة وزهرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلال أيام شهر رمضان في حلقات يومية، ثم بعد رمضان يبدأ ينتقل لزهرات حياتية مختلفة كطرح أسبوعي يستمر طيلة العام. لكن ما إن أخرج من بيت ذلك النبي العظيم إلا وأجده يشدني ثانية: ارجع يا بني وقف عند سيرتي وتأملها وتلذذ بشيء لن تجد مثله في هذه الحياة، فأرجع خجلا من نفسي كيف خرجت ولا أدري كيف خرجت، ولذلك الآن لا أستطيع الخروج لأني مقيد بحبه صلى الله عليه وسلم. كل شيء أراه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراه بعين العظمة، لا أراه بعين الخوف، إني أحبه، إني أغرق في حبه. إن هذا الحب يجب أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحب حتى ترتفع منازلنا، ليس فقط في الآخرة يا فضلاء، إنما منازلنا في الدنيا ليس في أعين الناس، إنما في عين أساسية هي عينك أيها الإنسان. من أعظم وهم الأشياء أن تكون راقيا ذا قيمة عند ذاتك، لا قيمة بمعنى الكبر أو الغرور، إنما القيمة المعنوية عند ذاتك، أن تكون ذا قيمة وقيمة إيجابية عند ذاتك بمقدار عطائك، بمقدار اتباعك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعك لتلك الأنفاس، ليس الاتباع فقط بالأفعال العامة أو بعدد ركعات يركعها أو سنن يفعلها، هذا نوع من الاتباع ولا شك، لكن الاتباع أن أعيش إحساسه صلى الله عليه وسلم. ما هو إحساسه حينما يفعل؟ كيف يعيش؟ كيف يتأمل؟ كيف كل شيء يحياه محمد يجب أن تتقمص ذلك الدور، أن تتنفسه، أن تحياه، أن تستمتع بذلك الدور. لا خير في من يعيش سيرة محمد مجرد خوف منه، إنك ستكره محمدا صلى الله عليه وسلم من حيث أردت الحب لذلك النبي العظيم. اليوم نقف مع حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم له بعد نفسي، يقول: لا تغضب، صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به تماما، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كيف الاستعاذة تذهب الغضب من البعد النفسي؟ لها بعد شرعي تكلم عنها سادة علماء الشريعة، لها بعد نفسي. ما الذي يحدث؟ هو نقل النشاط الذهني لدى ذلك الإنسان الغاضب من النشاط النفسي إلى النشاط الروحي، وبذلك تتزكى النفس وتتعطر، تقف قزمة أمام عظمة الروح، لأنها نقلها من المحيط النفسي الذي يتناكف الإنسان مع غيره من بني البشر ليدخل في منافسة مع الطرح الملائكي والطرح الرباني، فيخبت ذلك الإنسان إجلالا واحتراما وقناعة وتلذذا بذلك الطرح. لن يحدث التلذذ إلا إذا عرفه، إلا إذا أتقنه، إلا إذا ابتهج به، وهذه مراحل يجب أن تتم صناعتها في نفس ذلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. يا أخي في الحياة نغضب، الناس يقول في الحياة نغضب، كيف نتحكم بأنفسنا؟ سأخبركم كيف نتحكم بالغضب وكيف نتعامل معه برؤية نفسية بعد هذا الفاصل. فأقول إن المبادئ العظيمة ومنها أقوال الأنبياء العظماء يعطون الأطر العامة ويتركون لعقلاء الأتباع التطبيق على أرض الواقع. سادتنا علماء الشريعة المميزين المختصين منا يضعون الخطوات الإجرائية التطبيقية، وهذه أمرها سهل لمن أراد أن يتعلمها. من الخطوات الحديث الداخلي، نعم، دائما أن تحدث نفسك: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، حينما تشعر أن الغضب عندك في حالة صعود، هذه واحدة. الأمر الآخر، إن كنت أنا متقلب المشاعر يجب أن أشتغل على أصل الغضب وسببه، أن أعالج تقلب المشاعر، ربما أحتاج عقارا طبيا، هذا في بعض الأحيان، لكن في أحيان أخرى لا، أحتاج إلى مهارة التعامل مع تقلب المشاعر وليس إلى ضبط الغضب. ضبط الغضب مهارة، نعم، لكن هذه المهارة دونها وأدنى منها وتحتها وتصنعها مهارة أخرى، وهي مهارة ضبط التقلبات المزاجية.
الأمر الآخر إبدال الغضب. نعم، كيف نبدله؟ بنشاط آخر، تقترح على نفسك نشاط آخر، لكن من الخطأ أن تبدل الغضب بنشاط آخر غير محبب عندك، لأن في المفاهيم النفسية انتقل إلى نشاط آخر، لكن هذه الطريقة خاطئة إلا إذا كانت نشاط محبب عندي أكثر من الغضب. مثلا جاءني الغضب وأنا أحب رسول الله وأعشقه، أتذكر موقفا جميلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكر أمي، أبي ذلك الحنون، صديق محبوب، فهنا كأني أرش شيئا من الماء البارد على ذلك الموقف فتنطفئ النار فتصبح بردا وسلاما علي. تلك النار أعني بها نار الغضب. من الوسائل الأساسية أيضا أن أستدمج المعارف الجديدة. إذا تعلمت وسائل في التعامل مع الغضب، الإشكالية عندنا لاحظت في كثير من الدورات التدريبية التي أقدمها أن الناس تسمع بآذانها، ربما تعجب ببعض ما يقال لكنه لا يتعدى آذانها، وربما تقول شكرا على هذه الدورة الجيدة، لكن عند التطبيق إذا هم يرجعون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في طريقة تطبيقهم، إنا وجدنا آباء أنا على أمة. لن يتغير الإنسان إن لم يقرر التغيير ويعزم على ذلك التغيير. من الأشياء الأساسية هناك برامج الاسترخاء. نعم، بعض الناس إشكالية في الغضب أنه ليس غضوب، إنما المشكلة فيه أنه غير مسترخي، ولذلك عدم الاسترخاء في حياته يجعله على جرف أي موقف بسيط يدخله في الغضب. إذن القضية أن نعمل على الاسترخاء، أن يكون عندنا، فأجعل هذا الإنسان مرتاحا، فإذا جاءت المواقف فإنها لكي توصله إلى الغضب تحتاج إلى فترة طويلة حتى يصل إلى الغضب. إذن تدريب على الاسترخاء يجعل هذا الإنسان أقل استثارة إلى الغضب، لكن الإنسان غير المسترخي بينه وبين الغضب مسافة قصيرة فتجعله يغضب بسرعة، وهذه مهارة أساسية. الاسترخاء يفصل طويلا، سأجعل وعدا مني حلقة كاملة عنه، لكن هناك استرخاء بالتنفس، هناك بالعضلات، هناك بالتخيل، سأدربكم على ذلك بإذن الله. هناك طريقة لعب الأدوار. نعم، أنا إنسان غضوب جدا، ماذا أفعل؟ أقول نعم، في لحظات السواء عندك تدرب على لعب الأدوار. ما هو لعب الأدوار؟ أمثل أني غضبان أمام المراية، أنظر إلى شكلي، هذا الشكل جميل؟ هذا الشكل أرضاه في نفسي؟ ذلك الزبد الذي يظهر من فمي، تلك العيون التي قد انفتحت انفتاحا كبيرا، ذلك التمعر في الوجه، أهذا يناسب من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يناسب الإنسان حتى الذي يحب ذاته فضلا عن حبه لدينه وربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الغضب حتى نتدرب على التعامل معه هناك خطوات أصلية ومعروفة ونقدمها ويقدمها زملاؤنا الأفاضل في البرامج، في الدورات التدريبية، في غيرها. الإشكالية فينا أن نريد أن نتعلم مهارات هذا الدين من خلال حديث أو آية. الحديث أو الآية يعطيك الإرشاد، يشير لك إلى الطريق، لكن لكي تسير إلى الطريق لابد أن تتعود على الصبر، تتعود على الجهد، تتعود على المهارات التطبيقية. ولذلك السنة جاءت لتفصل مجمل القرآن، وحتى السنة مهما فصلت هناك تطبيقات معينة، جاء علماؤنا الأفاضل بالاجتهاد، بالقياس وغيرها، جاءت مستجدات علمية معاصرة نأخذ منها ما وافق الدين ونجعله ليس إثباتا لصحة الدين، فهذا خطأ، فهذه نظرة دينية للدين، إنما نأخذ منها ما وافق هذا الدين لكي نستخدمها كوسيلة من الوسائل التطبيق الإجرائي لمفاهيم هذا الدين الكبيرة. إذن لا تغضب أمر سهل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أم كان لا يغضب؟ يأتينا بعض الناس ربما لؤماء، ربما فيهم من الصفات غير الجيدة، أسأل الله لي ولهم الهداية، مع ذلك نقول لا نغضب. ألا يغضب من اللئيم؟ أقول نعم، لا يغضب من اللئيم. ما بالك ملائكي أكثر من الملائكة؟ لست ملائكيا، إنما واقعي، وسأخبرك بهذه الواقعية. لماذا لا نغضب من الإنسان اللئيم؟ موعدي معكم في الحلقة القادمة، أحدثكم كيف يضبط الإنسان غضبه مع أناس ربما لا يستحقون ذلك الضبط، لكن أنت تستحق أن تكون ضابطا لنفسك حتى ترضى عنها. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.